صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. ما تيسر من سورة الإخلاص أجركم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الرحيم. هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد. الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الرحمن الرحيم. الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد. أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. الرحمن الرحيم. الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد. مات الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على آله وصحبه وسلم. اللهم صل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وكما يليق بعظيم شرفه وكماله ورضاك عنه وكما تحب وترضى له دائما أبدا بعدد معلوماتك ومداد كلماتك ورضا نفسك وزنة عرشه أفضل صلاة وأتمها وأكملها
تسليما كثيرا وعلينا معه. وأوصل اللهم ثواب ذلك من سورة الإخلاص إلى روحه، وآته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. فاتح صاحب الراتب صاحب الشعب النوير الإمام الحبيب أحمد بن محمد الحبشي باعلوي أصولي وفروع من الله يعلي درجاته الجنة، عيد علينا من بركات وأسرار وأنوار معلوم في الدين والدنيا والآخرة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان. الرحمن الرحيم.
الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أحسنتم أحسن الله إليكم وتقبل الله منا ومنكم فاتح حسين المهاجر الله أحمد بن عيسى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلي سيدنا عبد القادر الجيلاني سيدنا عبد الرحمن السقاف سيدنا عمر محضار سيدنا عبد الله بن أبي بكر العيدرو سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم وأصولهم وفروعهم من الله يعني درجاتهم الجنة يعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا فاتح سيدنا علوي بن احمد سيدنا زين بن علي سيدنا عدروس بن علي سيدنا علي بن عقيل باهارون بعلي وصولهم وفروعهم من الله يعني درجاتهم الجنه يعيد عليهم بركاتهم واسرارهم وانوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والاخره الفاتح حسين القطب الشهير العارف بالله ورسوله صاحب الحضرة والمقام والصديق الكبرى سيدنا الإمام الحبيب أحمد بن زين الحبشي بعلي وصوله وفروع من الله عند درجات الجنة إلى علينا بركات وأسرار منوار ينفعنا به ظاهرا وباطنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا فهد الحسين الحبيب علوي بن أحمد سيدنا محمد بن أحمد سيدنا أبي بكر بن أحمد سيدنا حسن بن أحمد سيدنا سلطان جعفر بن أحمد وصولهم وفروعهم إن الله يعني درجاتهم الجنة ويعيد عليهم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا
والآخرة. فاتر حسين الحبيب أحمد بن جعفر سيدنا محمد بن أحمد سيدتنا العارف بالله ورسوله أحباب سلمة بن الحبيب أحمد بن زين الحبشي با علي وجميع ساداتنا نبي علي ووصولهم وفروع من الله يعني درجات من الجنة عيد علينا بركات وأسرار منوار معلوم في الدين والدنيا والآخرة. والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، من الله يتغشى الجميع بالرحمة والمغفرة. برحمة عامة يشفي مرضانا ومرضاكم ومرضى المسلمين بالعافية، ويطفي نار الفتن ما ظهر منها وما بطن، يحفظ الحجاج والزوار والغزاة والمجاهدين والمسافرين في البر والبحر والجو أجمعين، واصحبهم السلامة والعافية، بلغهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين إلى سالمين غانمين، تقبل منهم زيارة ويعجل البشارة، قالها زيارة مقبولة وذنبا مغفور وسعيا مشكورة تجارة لن تبور، يصلح المقاصد والنيات، يعطي كل سالم منا ومنكم سولة على ما يرضي الله ورسوله، جامعة شاملة لكل نية صالحة، دافعة لكل بلية وأذية، قاضية لكل حاجة من حوالي الدنيا والآخرة، من اختمان شفع بها إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله يرحمنا والمسلمين في هذه الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا والدنيا والآخرة. ربنا آتنا من لدنك نسألك من خير ما سألك. لا إله لا
ترك له كنه ولا يعرف إلا بخلقه له
الفاتح سيدنا صاحب الأنفاس الطيبة سيدنا وبركتنا الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد با علوي ووصوله وفروعه من الله يعلي درجاته في الجنة يعيد علينا بركات وأسرار وأنوار معلوم في الدين والدنيا والآخرة. صلوا عليه وسلم حبيب الرحمن اللهم صل عليه حبيب الرحمن اللهم صل عليه صلاة وأفضل سلام دوام حبيب الرحمن اللهم صل عليه Yeah.
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم وعلى محمد منا ومنكم أفضل الصلاة وأشرف التحية وأزكى التسليم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. يا رسول الله يا أهل الوفاء يا عظيم الخلق يا بحر الصفا أنت بعد الله نعم المرتجى واللجا يا مجتبى يا مصطفى يا ختام الرسل يا خير الورى يا سريع الغوث أدرك من هفا عبدك الجان الذي زلاته أوقعته في سجود وجفا ورمته في بحار من أسى موجها من كل وجه قطفا فأتاكم هاربا من ذنبه ومن الدهر الذي قد أجحفا وزمان عكست أحواله صار فيه الوجه في حد القفا ومن الكرب الذي أودى به ومن الغم الذي لدى الحفا
وفتون وشجون ما لها كاشف إلا اعتناكم وكفاك فأغثني برياث عادل وابتقدني يا شريف الشرفاء وانتقدني وتداركني وكن لي معينا يا إمام الحنفاء واحمني من كل ما أحضره في معاش ومعاد أزفا واسأل الرحمن لي في حاجتي التي في النفس منها كلفا أنت باب الله نال المرتجى والأماني من عليه وكفا أنت حبل الله من أمسكه فاز بالخير وبالعهد وفا يا رسول الله يا شمس الهدى كل ضر بكم لن تشفى يا رسول الله يا بحر الندى كل جود منكم قد عرفا يا رسول الله إن الجدب والقحط والبأساء في الأرض طفا يا رسول الله قد أودى الغلا بالمساكين العفاة الضعفاء طحنتهم سنوات عجف صار فيها الكل منهم لشفاء وذو الأموال منهم والغنى بخلوا بخلا قبيحا متلفا لم يدعهم بخلهم أن ينفقوا في سبيل الله معطي خلفا فبقي أهل الضرورات بها مثل حوت بحره قد نشبا والذي أوجب هذا كله أن كلا منهم قد أسرفا فسل العفو لهم يا سيدي ربك الرحمن أكرم من عفا وادعه أن ينزل الغيث لهم عامًا ينسوا به ما سلفا ويعيش الناس فيه صالحًا يشكرون الله دهرًا وخفا فتشفع يا رسول الله في كشف هذا الكرب حتى يكشفا فتشفع يا رسول الله في كشف هذا الكرب حتى يكشفا فلك القدر المعظم شانه ولك الجاه الفسيح الكنفا رب لاطفنا بجاه المصطفى واسقنا الغيث فإنا ضعفا رب لاطفنا بجاه المصطفى واسقنا الغيث فإنا ضعفا رب لاطفنا بجاه المصطفى واسقنا الغيث فإنا ضعفا قد عصينا ثم تبنا وفاقل وتقبل من جنا واعترفا وارفع القحط من الأرض مع الظلم والجور الذي قد كذبا وانصر الدين وارشد أهله وولاة الأمر وفق للوفاء يا كريما يا جوادا ماجدا يا رحيما يا لطيفا لطفا يا عليما يا حليما محسنا يا عطوفا عطفه قد ولفا يا عظيم المن والإفضال والجود والعرف الذي قد وصفا وصلاة الله تغشى أحمدا من لنار الشرك والكفر طفا وسلام الله مع بركاته وعلى الآل الكرام الشرفا وعلى الأصحاب مع أتباعهم دائما ما برقوا نجد رفرفا وسرى منها نسيم طيب لعلي القلب أبرى وشفا والحمد لله رب العالمين يا سيدي يا رسول الله يا من له الجلال
Yeah.
الشكر. والسجه الكامل الأول
سادتي هذه الأسوار وحمو مدينتكم الغنى من جملة الشر الخضراء يخترق القرى
أصبح فيه ثاويا متوطنا بذرية مزمومة بزمامي من البر والتقوى وحسن شمائل كرام السجايا أردفت بكرامي بهم أصبح الوادي أنيسا وعامرا أمينا ومحميا بغير حسامي وجاء عبيد الله لم يال أسوة بوالده الراقي لكل سنامي وسار على آثارهم علويهم وبصريهم جد التقي بسلامي كذاك جديد جد حافظ عصره علي المعالي للشريعة حامي وجاء جمال الدين يتلو أبا له وجاء علوي بعده بنوامي وبالشيخ من رد الرسول سلامه وكان يصلي هكذا بدوامي وصاحب مرباط إمام جامع تفرع منه أصل كل إمام كمثل الفقيه الحبر يقدم قومه وعميه والنجر الغيور أسامي أتانا بنور الدين ثم عفي به جواد كهتان الضمائم هامي وذي النور والأسرار صاحب يبحر محوطها من شر كل حرامي وبالعارف السقاف شيخ معظم وقطب مكين حاز كل مقامي وبالفخر والمحضار أكرم بسادة هداة ومهدين سبل سلامي وبالعيدروس أستاذنا وبصنوه ببحر هدى للمكرمات طامي أولئك وراث النبي ورهطه وأولاده بالرغم للمتعامي مواريثهم فينا وفينا علومهم وأسرارهم فليسأل المترامي إذا جاء بالصدق الذي هو سلم إلى كل خير نال كل مرامي وكم حكمة عنهم وحكم وكم نواميس قهر للطغاة رامي يريدون أن يطفوا بأفواه زورهم مصابيح نور قد محت لظلامي من السلف الماضين والخلف الذي ذكرنا كراما أعقبت بكرامي وإنا على آثارهم وسبيلهم وما نحن عن حق لهم بنيامي مقرين بالتقصير عن شاوي مجدهم وحسن مساعيهم في كل مقامي ولكنهم آباؤنا وأصولنا وأسلافنا ممن مضوا بسلامي ومنا إمام حان حين خروجه يقوم بأمر الله خير قيامي فيملأها بالحق والعدل والهدى كما ملئت جورا بظلم طغامي إذا قام قمنا والموفق ربنا بنصرته إن راث حين حمامي وإلا فنرجو أن يقوم بنصره فروع من البيت المصون نوامي ولله
والشكر والثناء على نعم مشكورة بدوامه، ونسأل مولانا تبارك اسمه ثباتا وتأييدا وحسن ختامي. وتمت وصلى الله أزكى صلاته على أحمد من هلا ودق غمامي، وما غردت ورق على غصن دوحة وما لاح برق النجد جنح ظلامي. وآل وأصحاب ومن كان تابعا على البر والتقوى وحفظ دمامي، والحمد لله رب العالمين. الله حسبك فرجت الله إليه، وما لداء دواء إلا التوكل عليه. الله حسبك فرجت الله إليه، وما لداء وجه الحبيب وجهتي وجهت وجهي إليه، حسبي به جبلتي مع التوكل عليه. الله حسبي كفى وجهت وجهي إليه، وما لدى لا قوتي فقير ملقى لبي، فهو سبب نعمتي وخيرنا من يدي. الله حسبي كفى وما منه النعم والغنى وعم خلقه عطى. القصد كله رضا من وما زلتي عبده ومنه إليه. الله حسبي وجهت وجهي إليه، وما لدى سبق نجمتك أسألك حسن القضاء مع دوام نعمتك. الله حسبي كفى وجهت وجهي، وما لدى يا سريع أسألك حسن القضاء مع دوام.
ما قد مضى تسع الذنوب رحمتا يا عالم نيتي قلبي وما شفاعه
الذي فوق الذي قام عبدك يا الله أدرك برحمتك الليلة
تقدر تخوض الفستان، لذلك عُفِّد فيه القيام. فكان فيه سر وكان فيه نور، إذا فرض الله فيه الصيام. تميزت بهذه الأمة المحمدية، أمة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رمضان كان يمر على الأمم كلها، وقرون كثيرة طويلة مر عليها رمضان، لكن خصائص وجدناها ما وجدت عند الأمم بوجاهة المصطفى الحبيب الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، منها نظرة أول ليلة من ليالي رمضان. الله يهيئنا لها ويجعلنا من أهلها، إنه أكرم الأكرمين. هذا التهيؤ بمثل حضور هذه الحضرة عند أرباب الفتوة ووراث النبوة، يتهيأ المؤمن بقلبه وحسه ومعناه وظاهره وباطنه وبروحه وبسره إلى حسن التلقي لنظرة الله الذي يرقب ما في القلوب وهو علام الغيوب. نسأل أن ينزهنا عن الذنوب وعن العيوب، وإنما يجري بعد تلك النظرة من سرايات المغفرة والرحمة والعتق من النار، تتبعها سرايات عظيمة تتسع في جانب الرحمة.
حتى يحوز صاحبها سر الاختصاص الذي قال عنه تعالى: يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم، جل جلاله وتعالى في علاه. وأول حصول هذه الرحمة التي يرحم سبحانه وتعالى بها عباده المؤمنين، وأول مراتبها النجاة من العذاب والنجاة من العقاب في الدار الآخرة، كما قال سبحانه وتعالى: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. اللهم أدخلنا في رحمتك الواسعة وأجرنا من العذاب الأليم يا ذا الفضل العظيم يا أكرم الأكرمين. وبعد هذا السلام، بعد هذه السلامة من العذاب والأمان، بعدها مراتب في العطايا والمنح والفوز بالجوائز مع كل فائز من حضرة الرحمن والمغفرة التي تشمل الذنوب صغيرها وكبيرها، وتمتد هذه المغفرة إلى أن تبدل السيئات حسنات، وتمتد من الذي عظم نصيبه من المغفرة إلى أهله وإلى قرابته وإلى جيرانه وإلى أصحابه، فينالهم نصيب من هذه المغفرة على قدر سعتها من عند الغفور الرحيم جل جلاله وتعالى في علاه. كذلك العتق، عتق من النار، وعتق من الذنوب والأوزار، وعتق من العيوب، وعتق من الالتفات إلى ما سوى الله، وعتق من التعلق بمن عدا الله جل جلاله. وكلها يعتق الله بها رقاب يصطفيها ويجتبيها. ولما سئل سيدنا الإمام الحداد شيخ سيدنا أحمد بن زين عن هذا العتق الذي في كل ليلة من رمضان 600,000 عتيق، وفي رواية ألف ألف يعني مليون ألف ألف عتيق كل ليلة من ليالي الشهر، فإذا كان آخر الشهر أعتق مثل ما أعتق من أول الشهر إلى آخره. وسئل سيدنا الحداد يدخل في هذا العتق أهل البرزخ؟ قال: أهل البرزخ قد مرت رمضاناتهم عليهم، وهذا العتق المخصوص برمضان يختص بمن في الدنيا من المؤمنين من الإنس والجن، هم الذين يعتقون بهذا العدد الكبير، مليون عتيق كل ليلة وآخر ليلة مثل ما أعتق من أول الشهر إلى آخره. ومع ذلك حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن 4 نفر ربما رأوا أنفسهم شيء وما هم بشيء يحرمون المغفرة حتى في الشهر الأنوار، وهم شارب الخمر والعياذ بالله، وقاطع الرحم، وعاق الوالدين، والمشاحن الذي في قلبه شحنة لمسلم. فلا تدع في بيتك أحد من هؤلاء، طهر نفسك وطهر أولادك وطهر دارك حتى تتهيأوا للنظرة وتتهيأوا للمغفرة في هذا الشهر الكريم المبارك. ساعة جلستموها في ذا الموطن، معجبها من ساعة ومحسنها إذا عرفتم قدرها، وحسننا أدبنا في المشهد، وعلمنا معاني هذه المقاصد وما يحمد من السعي إلى الواحد الأحد في التوسل بأصفيائه وأوليائه وأهل قربه. ما أحسنها من ساعة تنظف وتشرف وتنقي وترقي، وتعود عوائدها عليك وعلى من في صلبك وعلى من في بيتك وعلى قرابتك إذا توجهت إلى الله في حضرات الأكابر والأكارم. شيء لله يا شيخنا يا أحمد يا بن زين يا عالي المقصد، ارحم من بقصاح واستنجد، أن يرجع إلا ملان اليد. وهذه العطايا التي يعطيها الله، إذا كان من زار أخلف الله شيعوا 70,000 ملك. وكم مننا زرنا هذا الحبيب معه مجرد أخ في الله، من المقربين، من الصديقين، من عترة المصطفى الأمين، من كملت وراثتهم لسيد المرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا 70,000 وهذا 70,000، وكم تجتمع من الملائكة في هذا المكان، وينادي المنادي من السماء: أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. هذا في زيارة المسلم العادي والأخ في الله، فكيف بزيارة الصديقية الكبرى؟ فكيف بزيارة الخلافة العظمى؟ نعمة من الله من بها عليكم ورتبها لكم الرحماء من آبائكم وأسلافكم الصالحين، فجزاهم الله عنا خير على نور وعلى بينة وعلى اهتداء بهدي الكتاب والسنة الغراء عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. من الفاطميين الهداة إلى الدعاء إذا انتسبوا جاءوا بكل همام عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. قد انتهجوا من الفاطميين الهداة إلى الدعاء، قد انتهجوا في نهج خير إمامي. وشيخه يقول: ما من سنة سنها رسول الله إلا وأرجو أني قد عملت بها.
ثم كان يشير إلى حبيبنا أحمد بن زين ويقول: أرجو أن تكون في العلم الظاهر كالإمام الشافعي من محمد بن إدريس الذي رسخ علمه بعقل واسع في معاني الكتاب والسنة. قالوا للإمام أحمد بن حنبل: تترك الكبار السن من المشايخ وتجلس عند هذا الفتاح، يعنون الإمام الشافعي. قال: إن رواية الحديث بالسند سأدركها بعلو أو بنزول في السند بكثرة رواه، ولكن عقل هذا الفتاة في فهمه لسر الخطاب الإلهي والنبوي من أين يجيبه؟ من أين يجيب عقل هذا الذي وعى سر الخطاب؟ فكان يلازم الإمام الشافعي عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وقال: أهل المعرفة فينا، وأن سيدنا الحداد يشير إلى أنه في العلم الباطن فوق، وسبحان المعطي، الله لا يحرمنا سر الاتصال بهؤلاء الأكابر في هذه المنازل. ودعتكم دواعي العناية حتى جيتم وحضرتم في هذا المحضر المبارك مستعدين لاستقبال الشهر وما فيه. لا يجعل الله فينا محروم ولا مقطوع ولا مبعود ولا ماثوم، ونستقيم. قد كانوا يعمرون الشهر الكريم بالقلوب الطاهرة، وإذا صلوا صلوا بقلوب طاهرة حاضرة، وإذا قروا القرآن قروا بقلوب طاهرة حاضرة، وإذا صاموا تنزهوا عن الآثام بالقلب وباللسان وبالعينين وبالآذان وبجميع الجوارح، يبعدون عن الآثام بل عن المكروهات، ويعتكفون اعتكافات قلبية واعتكافات من تتسنى لهم في المسجد. وكان هكذا رمضان عندهم، وكانوا حتى ما يكادون يجتمعون من اشتغال كل واحد منهم بالإكباب على الوجهة إلى رب الأرباب جل جلاله في أنواع العبادات، إلا في الجمعة، وجمعة رمضان تختلف عن غيرها، يتلاقون وقلوبهم مشغولة بفائض التنزل. فإذا جاء العيد كان لهم انبساط التلاقي وانبساط المعاودة، لأنهم كانوا في زحمة تلقي للنفحات الكريمة، انقطعوا بها في الظاهر عن بعضهم البعض، شغل كل منهم بربه سبحانه وتعالى وبما يتنزل في هذا الشهر الكريم المصون المبارك. والذين كانوا يختمون الختمات، كثير من السلف رتبوا الختمة في كل 4 ليالي والختمة في كل 6 أيام عند بعضهم، هذا للعموم الحزوب التي رتبوها، ولهم ختمات وراء ذلك. وكان الحب علوي بن شهاب يقول، ولاحظ الحب عبد الرحمن مشهور غير حزب الربع من القرآن، يقرأ في كل يوم ختمة في رمضان يختمها قبل الغروب، يبدأ بها بعد صلاة الفجر ويختمها قبل الغروب، ويلاحظ هذه الختمة الخاصة بها التي يختمها غير الحزوب التي يشهدها بعد الظهر في المساجد وبعد العشاء كذلك. في المساجد يقضون الساعات في تدبر هذا القرآن الكريم وتأمل معانيه والاتصال بسره وبما فيه، فالله يجعل لنا نصيب من سر القرآن ومن الاتصال به. قالوا سيدنا الشافعي كان يختم ختمة بالليل وختمة بالنهار، فيمضي رمضان على 60 ختمة، وسيدنا عبد الرحمن السقاف 4 ختمات بالليل و4 ختمات بالنهار، وهكذا. وإلى المتأخرين قال الحبيب علي الحبشي، وإن ذاكرت والحبيب محمد بن صالح بن عبد الله العطاس أن جدك السقاف يخدم 4 ختمات بالليل و4 ختمات بالنهار، قال وقعت المذاكرة في قلبه وراح قال كتب لي بعد مدة، قال لي: وإن الآن كما ذكرت سيدنا السقاف أختم 4 ختمات بالليل و4 بالنهار. قالوا بعد مدة راسلنا وقال لي زيدنا وحدة 5 بالليل و5 بالنهار. قال الحب أحمد بن حسن العطاس: وانتهى به الأمر إلى 8 بالليل و8 بالنهار عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وفي المتأخرين الذين أدركناهم من كان يختم الختمة في اليوم والليلة، عدد منهم ما يوبه لهم ولا يعرفون بين الناس، عليهم الرضوان والقصد أننا نتصل بسر هذا القرآن وبنور هذا القرآن، وتسري سرايته فينا على الوجه العظيم الذي يغمر أصحابه بسر القرآن ونوره، وإلا فإن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم والعياذ بالله تبارك وتعالى، ورب تار للقرآن والقرآن يلعنه. لكن صلة رجالنا وأئمة طريقتنا بالقرآن، صلة الذين غاصوا على معانيه وفهموها واتصلوا بأسراره واكتسوا بسرها بنورها وبخيرها عليهم رضوان الله، فهم القوم الذين هدوا وبفضل الله قد سعدوا، ولغير الله ما قصدوا، ومع القرآن في قرني
ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن ومن عظيم نعمة الله عليكم قيام هذه الحضرات وأن ما تقومون به وما تعزمون على القيام به من آثار طريقة هؤلاء القوم لكم فيه المجال واسع وأنتم في أمن وتقيمونه على رغم الكفر وعلى رغم أذناب الكفر وعلى رغم الفتن القائمة في الوجود كلها وأنتم في استطاعة وفي أمن وفي قدرة وفي عافية كلها عطايا من عطايا الله وتراتيب سلفكم إن شاء الله في مساجدهم تقوم إن شاء الله طوال الشهر الكريم المبارك ولا يعوقها عايق ولا يقطعها قاطع ويزيدنا الله من فضله وهي سبب الفرج وسبب رفع الضيق والحرج وسبب دفع كورونا وغير كورونا من الأمور قال زيدوا الكورونا كلام طويل وأمراض كثيرة تقتل الناس مثل كورونا في النسبة التي يحسونها حقهم هم أهل هذا المادة وأهل هذا الحس أكثر منه وأقل منه ولا يبالون بها ولكن طولوا وعرضوا عليها لأغراض في حاجة في نفس ما هو يعقوب ما أدري من ثاني من أهل العقوبة أما اللي في نفس يعقوب زينة الأغراض ولكن لله المراد وعلينا أن نصدق مع الله وهو بيكشف الأمراض وهو يدفع العلل والأغراض جل جلاله ولا نطلب كشف البلايا إلا من الانتهاج في نهج الحبيب صلى الله عليه وسلم وفي الاقتداء بالسلف الصالحين وفي عمارة هذه المنازل وهذه المساجد والله يجعله من أبرك الرمضانات على الأمة وباب الفرج ينفتح فيه ويجود الله علينا بأسنى ما يجود على أهليه ولا يحرمنا ليلة القدر ولا يحرمنا سر الصوم ولا بركة القيام ويزيدنا من فضله ما هو أهله وأحسن لنا خاتمة شعبان وبلغنا رمضان متعنا بحبيبنا شيخ بن عبد الله الحبشي متعة تامة في طول عمر في عافية في سرور في أنس وما ينوي وما يريد وما يروم لنفسه وأهله وأهل بلاده وأهل زمانه وهذا المقام والمحبين له وأهل الإسلام والإيمان بلغوا كل ذلك وزده من فضلك ما أنت أهله في سرور وأنس وحبور بقية شيباننا وآل السر فينا وآل العلم وآل المعرفة وآل الخصوصية وآل المزية ممن أظهرتهم والأكثر ممن أخفيتهم انفعنا بهم وطول أعمارهم في عافية ولا تحرمنا بخيرهم وبركاتهم ولا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا اجعلها ساعة لا يبقى فينا منا صغير ولا كبير إلا نظرت إليه وأمددته وقربته إليك وأدحفته بحسن التهيؤ للشهر الكريم وما تجود فيه على كل ذي قلب سليم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.